الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسنا الدحادة كمدها دروس تاني تحناها هيدي نكغور رميني نول المعلمات كي النبي جينا عليه الصلاة والسلام يوحى السمين كري رسولكو واغو مركو بريو إلا عشائقة. وحادرسي قني الشلوي نوتشوغي رسولك عليه الصلاة والسلام وصلاة الصبح كحرين كري الله أكبر انت دبدنا آخرين كري دعاء الله يقانو دعاء الاستفتاح دعاء الصلاة الغفر فرطه. ورسول كانوا عليه الصلاة والسلام دعاء وكحك سين كرين وآخرين فاتحة. وفاتحة هو ركن كم إذا أركانت الصلاة تير كم إذا تيرك الصلاة. وحانو الشيء رسول كانوا عليه الصلاة والسلام وفكان فاتحة آخرين صلاة إناني أجرين ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نبي قالوا عليه الصلاة والسلام فاتحة يا قرآن كدن بيبا وحو آخرين تيري سميرة وكلا ديك ديك ساي كوچيرتو آيات كان النبي عليه الصلاة والسلام آياتنا آيات كما حيرين جيرين آيات والبا دمات كيد أيو كو استاغاي حتى هدي لبا آياتود أما كبدن اسكو معنا كو رميان سافضلغا بدان رسول كان عليه الصلاة والسلام كسقناتي وإن قرآن كآيات آيات لو آخريو وحورن جيري الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كما حيد جيرين الرحمن الرحيم نغوني بو اخرين جيري الا ودمينيو سوره الفاتحه صلاه الصبح رسول كان عليه الصلاه والسلام قران كو اخرين ايو اد بو ديرين جيري الهي سبحانه وتعالى صلاه كما غعابي قران وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. وحان علمادو يرادان صابت الصلاة دا صبح قرآن لوغو مقعابي وحي تاي لأن قراءة دا عيالة ديرية صلاة دا دحديد صحابة المرقى يكوار رمان حدق قرآن كاي رسول كو آخرين تيري صلاة دا صبح دحديد وحي كوشاقين ما بين 60 إلى 100 آية لحدن إلا بقول آية دوت انتو دحيس يعني اقو يران لحدن آية دوت اقو بدنانا بقول آيات. وكيل عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويصلي بنا والصافات. نبي عليه الصلاة والسلام وحنا أمر كري ضد كمر كانوا تكينينه صلاة إنا نديرين يعني خفيفينه. هذا الرسول كوح نقول تكين كري يعني صلاة الصباح سورة الله يراهدو والصافات تاسينا وحاي دليلو تهي خفيفين تلا خفيفين ايا صلاة دا ايا قابين تلا قابين ايا انا يهين مد كحران داد كدو خود ايا وحي قابين ويقانين قابينينا واتا النبي عليه الصلاة والسلام ديرينا واتا رسولك عليه الصلاة والسلام الشيء وميزانك هو قراءة رسول الله في الصلاة وقراءة رسول كأنه عليه الصلاة والسلام صلاة دحيدة وآخرين وصلاة المغرب انت بدل رسول كوحو آخرين تيري قصار المفصل سورة ده قابا سورة والضحاء إلا دمات كقرآن كاللقاء قادايا حالة ده قار كود نواء ديرين تيري لكن أصل كسيدة سواها ومرارك قار كود با سورة الأعراف سورة آدو ديرة والنبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب كنت كيي صحابة مرق قار كودو كنت كيي سورة الطور صلاة عشاء وكل النبي عليه الصلاة والسلام وحشاقي سورة دها سورة دها وحوغي كدادير لكن كسو حيقة سأصبح اسماء والليل والشمس وضحاها هل تاك حديث سورة دها اندتك اللي كنت كيي صلاة الصباح سيدات مقشين النبي عليه الصلاة والسلام هو ديريي والليحدا إلا بقول آيادود انتا كده حيسائي واخرين كري صلاة الظهور وكوري صدنا آيادود صلاة عصر
intii duhurka laba marka loo dhiga meel ahaan suuratu sajda suuradan salaada jumcaha subaxii aynu ku tukanno qadarkeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam akhrin jiray salaada duhur marka salaada nebiga calayhi salaatu wasalaam miisaanka ah nebigii dadka amray iyo a'imada dadka tukinaya salaada inay gaabiyaan oo ay khafiifiyaan qaabka dadka u tukiyey ayaa khafiifintiiya nebigeenu calayhi salaatu wasalaam haddii maalintu ay tahay maalin jumco ah salaada subax wuxuu akhrin jiray faatixada dabadeed ragcadda hore suuradda la yidhaahdo alif laamim sajda suuratu sajda alif laamim tanziil ragcadda labaadna wuxuu faatixada raacin jiray suuratu linsaan hal ataa cala linsaani xinun min addahr labada suuradoodba qofka muslimkee macnahooda garanaya waxay xusuusinayaan aakhiro labaduba aakhiro way ka warrameen iyo waxa ilaahay subxaana wa tacaala u diyaariyey dadka wanaagsan nebigeennu calayhi salaatu wasalaam labadaa suuradood waxyaabaha uu ku doortay ee kale la xusi karo waxaa ka mid ah in labada suuradoodba lagu xusay qiyaamuleyl salaatuleylka labada suuradoodba waa lagu sheegay labada suuradood si dhammaystiran buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u akhrin jiray waxaanay sheegeen culimmadu inaanay sunno ahayn sharcina aanay ahayn in labada suuradood midba in yar laga soo qaato oo midba qayb laga akhriyo amabase labada suuradood mid ka mid ah labada ragcadood in loo qaybiyo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa ma yeelin ama labada suuradood wada akhri oo mid walba ragcaddeeda dhammee ama iska daayo qur-aan kale akhri laakiin ha samaynin wax khilaafsan sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood xaalad adag ee ay jirto dhibaatooyinna ay la soo darseen dadka muslimiinta ah dhibaatadaasi oo kaga timi xagga cadowgooda sida markii la laayay raggii qur-aan yaqaanka ahaa ee toddobaatanka ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada subax dabadeed iyo salaadaha kaleba wuu qunuudi jiray isagoo muslimiinta ugu ducaynaya farajka ilaahay iyo nasrigiisa cadowga ilaahayna isagoo habaaraya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mase jirin qunuud uu nebigu ku gaar yeelay salaada subax oo si joogtaa uu qunuudi jiray xadiid saxiixa oo taa ku soo aroorayna ma jiro anas bnu maalik radi allahu canhu oo saxaabadii nebiga aadka uga ag dhaweyd ee xogogaalka u ahayd ka mid ahaa wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ana nabiya qanata shahran uma tarakahu inuu qunuuday muddo bila oo yadcuu calaa qabaa'ila min alcarab isagoo habaaraya qabaa'il carabta ka mid a oo dhibaato u geystay asxaabtii rasuulka kadibna qunuuddii nebigu calayhi salaatu wasalaam waa iska daayay buu dhihi marka qunuud salaada subax nebigu calayhi salaatu wasalaam uu joogtayn jiray inaanay jirin baa xadiidkaasi daliil u yahay xadiidka odhanaya maa zaala yaqnutu fi lfajr xataa faaraqa addunya waa xadiid daciifa sida sheegeen culimmada xadiidka oo nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ka sugnaan nebigeennu calayhi salaatu wasalaam salaada subax marka uu dhammeeyo halkii uu ku tukaday isagoo weli fadhiya qibladana u jeeda oo aan ka soo jeesan saddex jeer buu odhan jiray astaqfirullah 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 oo macnaheedu uu yahay ilaahay baan weydiisanayaa asturid inuu ilaahay asturo dembiga iyo khaladaadka aan sameeyo aanu igu fadeexadayn iyo dhaafidii ilaahay dembiga uu ii dhaafo aanu igu ciqaabin ciqaabka dembigaasi uu mudan yahay ilaahay inaanu imarin istikfaarta macnaheedu waa sidaa saddex jeer baanu nebigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ku celin jiray si saxana waa in loo yidhahdo istaqfirullah maaha istaqfirullah oo hamsada lama hoos dhigaayo waa astaqfirullah ghaynkana waa in sidiisa loogu dhawaaqay astaq in la yidhaha maaha waa qaaf astaqfirullah nebigeennu calayhi afdalu salaati wataasliim salaadii marka uu ka baxayba wuxuu bilaabay istikfaar arrinta noocaasi waxay dareensiinaysaa qofka muslimka ah cibaadaysiga uu cibaadaystay walow cibaadaysu haba badnaato si fiican ha u guteeye inaanu ka qaadin cujbi inuu isu bogo oo uu sidhaahdo
alayla halkii laga reebay baad gaadhay waxbana kaama dhinna arinta noocaas noocaas loo oran karo waa hordhaca kibirka iyo salaanka kibirka catabadiisa u horeysa ee lugta u horeysa la saaro oo qofku isagoo cibaadaystayba haddana qirsan yahay inuu dembi leeyahay ilaahayna uu weydiisanaya dembiga inaanu ku fadeexadayn inaanu ku ciqaabine ilaahay subxaana wa tacaala uu cafiyo ilaahay subxaana wa tacaala guud ahaan cibaadaadka badankooda dabadood wuxuu sharciyeeyey istikfaar salaadii waad aragtaa kadaalika xajka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sheegay bacd alxaj rukunka xajka ee weyn ee carafa marka la guto in dadkaa xajiyey ee rukunkaa weyn soo gutay istikfaar ay la yimaadaan oo ilaahay weydiistaan dembigooda inaanu ku ceebayn una ku fadeexadayn oo asturo adduun iyo aakhiraba inuu ka dhaafo ee ilaahay subxaana wa tacaala aanu ku ciqaabin xikmada arrintaa ku jira waxaa ka mid oo ahlulcilmigu ay sheegaan qofku inkastoo uu cibaadaysto waxa uu maxal iyo makaan u yahay meel nuqsaan waxaa laga yaabaa cibaadaad gudatay lafteeda inay nuqsaani ku jirto oo wax waajibaadkeedii ka mid aad dayacday ama waxaan lagu ogolayn dhexdeeda aad samaysay ilaahayna subxaana wa tacaala mahadnaq iyo shukrigii uu kaa mudnaa siduu ahaa aanad u gudan marka munaasib waxaa noqotay inaad ilaahay istikfaar weydiisato nabigeennu calayhi salaatu wasalaam markuu salaada ka baxo isagoon weli soo jeesan wuxuu odhan jiray astakfirullah 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 kadib wuxuu odhan jiray allaahuma anta asalaam waminka asalaam tabaarakta yaa daljalaali waalikraam ilaahu adigaa assalaama magacaagaaba la yidhaahdaa assalaam waminka asalaam nabadgelya iyo badbaadoo dhammina xagga ay ka timaadaa oo cidaanu ilaahay nabadgeliyo iyo badbaado uu ka badbaado sharki iyo aafaadki iyo masaa'ibta aanu siin weligii heli maayo tabaarakta waad khayr badnaatay oo barako badnaatay yaa daljalaali waalikraam allaha weynida iyo maamuusidda addoomihiisa wanaagsan uu maamuuso ku sifaysana tilmaan ay u tahayo intaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu yidhaahdo ayuu soo jeesan jiray oo uu ku soo jeesan jiray dadkii imaamka u ahaa ee uu tukiyey waxaanu ka soo wareegi jiray inta badan dhinaca midig dhinaca midig buu soo horjeedin jiray mararka qaarkoodna dhinaca bidix waa soo horjeediyey asxaabtiisu waxa u horreeya ay maqlaan marka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku soo jeesto waxay ahayd rabbi qinii cadaabaka yowma tabcau cibaadaka ilaah waxaad iga ilaalisaa cadaabkaaga maalinta aad soo saarayso addoommahaaga waa nebi maxamed oo rasuulka ilaahay ah oo ilaahay subxaana wa tacaala rasuulnimo uu ku maamuusay addoonnimo uu ka dhab sheegayna ilaahay markhaati uga noqday dembigiisii horiyo kiisii dambena ilaahay u dhaafay ayaa haddana ilaahay weydiisanaya yowma alqiyaama inuu naarta ka ilaaliyo ka badbaadiyo innaga ayaa u mudan mar walba inaynu ilaahay ka barinno inuu naarta inaga badbaadiyo jannadana ilaahay subxaana wa tacaala inoogu nicmeeyo wuxuu marka halkaa ka bilaabi jiray rasuulku inuu akhriyo adkaarta dikriyada ka dambeeya salaadaha faralka ah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir laa xawla walaa quwata ilaa billah laa ilaaha ila allah walaa nacbudu ilaa iyaa lahu nicmatu nicmo o dhan ilaahay baa loo bixiyey walahu lfadl wax allaale waxaa gallada aan tirsanaynaana xagga ilaahay bay ka timid walahu thanaa lxasan ammaanta ay tahay in lagu celceliyana ilaahay isagaa xaqu leh laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane mukhlisiina lahu ddiin walow kariha alkaafiruun allahuma laa maanica limaa acطayta ilaah waxaad adigu bixiso ee addoon aad la damacdo cid ka celin karto ka hor istaagi kartaa ma jirto walaa mucطiya limaa manacta waxaad adigu diidana cid soo furi kartaa haba yaraatee ma jirto almuru biyadi illaah ilaahay baa kown kale ilaahay baana maamula wuxuu ilaahay kula damcay khalqigoo dhammi hadday is yidhaahdaan ka hor istaaga kaama celin karaan waxaanu ilaahay kuu qorin oonu kula dooninna khalqiga oo dhammi hadday isku dayaan inay ku siiyaan suurtagal noqon maysa taas walaa yanfacu daljaddi minka aljadd qofka qaninimada u saaxiibka ee hodanka ee maalka iyo xoolaha faraha badan haysta maalkiisa faraha badani
إلهي أرتي وحبوك ترمايا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلهي بأوحي لماها حولهن يا أولادي نطوانا كو إلهي دين دويني المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات صالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا مالك يا إنما دوبا ودلالك يقرح ذا الدنيا إلهي هرتي قف كان إلهي إيجا لفتو أقول دوان يعني كو عابدين إلهي هرتي وحبك هاقا تريميسا إنما بضان بالله قفك قبل كان عرور بان دلين إيكا إنما بضان لها واسكمد حق عرور إيا عرور لانت وحيكوك الله رينا يعني قري وعمل كودي صالحها إيمان كودي إخلاص كودي إيا التوحيد كودي إلهي سبحانه وتعالى وحي روحة هرية باقي نقونا يا ماها مالك إيا إنما ذا ما عندكم ينفد وما عند الله باق وح الله لوحد هاي السطان ودمانا يا مال إنما حوق قروح وح هرية وحي لا يكتي سيالي أدونك وهرو مرصدي مركا رسولك عليه الصلاة والسلام حوران تيري إلهي يو قفك غريق أي مال قبينك أه مالك سافره بدن أكتاد وحبوك التريماي مالك ميد قروح كوكو تريك آخره وين دسكوهر مرسو إلهي درادي عدو بحسو وما تقدموا لأنفسكم من خير أي من مال تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا انت ادب النبي عليه الصلاه والسلام صدخي صدون جير بو ودان جيري سبحان الله صدخي صدون جيرنا و خوران جيري الحمد لله صدخي صدون جيرنا و خوران جيري الله اكبر انت اسي مره لا اسكو دارو و 99 و خو بقول كغا دغي جيري رسولكو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرارك قاركود رسولك عليه الصلاة والسلام انت هو كيرين كيري وحاو كدقي كيري رسولك عليه الصلاة والسلام ان كوبية طبعا كوبية طبعا كدقي كيري سبحان الله كوبية طبعا يا الحمد لله كوبية طبعا يا الله أكبر وكوبية طبعا سيابها صورنا والله سمعين كرا ولا شك تافرها بداني ان اي فضل بدان تاي نبي قال عليه أفضل الصلاة والتسليم ذكر قال نوع عسو آخرين شري صحابة السناي كبرتين وحنا لقفة عمياير والصحابة ما قشين شري وشدد هو ما قشين ين وح كلام ما يهين وين كبرتان ويا هدان النبي قال عليه الصلاة والسلام ما قشين ده صحابة ما يمقلينه إنه ما يصوريين إمام الشافعي رحمه الله تعالى وحيره إمام كدد كتوكين إياه دعاء يا ذكر تونا كرو قادم أيه سجى يوم باسم قشينيه هل حال هذا وكسر ربايو إلا إذا كان يعلمهم هدودت كبر أيه موياني فإذا رآهم قد تعلموا كفى مركو أركينه يبرتين ذكر يا دعاني كرو قادست وشو كنا يايو سجى باسم قشينيه ويوحى أصل وذكر يا دعاء إن هصل ورده القرآن كان آد بيتاس وصن غلط واذكر ربك في نفسك تضرعا ودون الجهر من القول إلهي سبحانه وتعالى وحيره إلهي حس أديقو نسم قشيني كرنا نقاض هينو تدك كلان مقشيني هين نبي عليه الصلاة والسلام مركو مقلي صحابة أو ذكر كرو قاضي مركا سفر لقوتي روح صحابة رسولك براي مركا يميل تاقفو ليان إن إلهدان الله أكبر أنا إلهي بقى ميل كستو وين يا ميل كستو تاجن إلهي بقى كوين ميل قدر مركي كل عدا عيان إنا يراهدان سبحان الله أوه صينت إلهي بقى كن زهان وكفق وير معنيد وإلهي سرين يا كرين خلق يسوع ككريو أي صفية المانوء ذكر جاس كرو قادم صحابة كاس النبي عليه الصلاة والسلام مقله وح رسول كويري عليه الصلاة والسلام صحابة ده أيها الناس أربعوا على أنفسكم ضدوا نفتين وطرع فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة الله أدوير إيسان أدبري إيسان أدحص إيسان ماذا قال ماها ماذا إذن كما قلنا ماها إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته الله أدبري إيسان متكين وأقرده إيهاي قاديتك أساري إيهاي قورتيس وقدوا إلى الله سبحانه وتعالى
كم حواد سلحي كم دون تابع لا سبحانه وتعالى وكم أقلي ياي خلق جينا مقشين سنة مركو رب الله قوم الدرين يجها مقشين باب الجويري ويا مقشين تاد مقشين سا وحساب كوجو نقان كرتا إنه شيطان كا وقلب بيجا إنه شيطان وقلب بيجا كتوره استسلم كنا كرو قال هكو مقلان وهاي رادان نكاه بالوان ذكري بدنو ذكري كود داله قرحي ضد كواي رادان الله عط في عنا مركو ذكري كود صوداي ريو سو عبادة داسي كاجا فيو ومد كاب برتون لقى أقبلين أو نقطة رقصاص وحال النبي عليه الصلاة والسلام مر النبي ما يشجن أصحابتي رسولك رضوان الله عليه مركو النبي عليه الصلاة والسلام صلاة كبحه إنه الدعاء لسوفري سنتري وقعمها كرو قاضايو دواقر أصحابه ذا مقشين أيو يقول يا آمين كذب ليهن هذا لم يرد لا في أي حديث من الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام هل حديثنا عن نقطتين مسلازكم يسواروري أذكرت أسو النبي وآخر سنتري صحابة ذا من وليبا قولي دي سو آخر سنتري دعاء الصلاة ذا ما يلاي كل يضح داد كاين الدعاء ذا ويتعليهن لكن وحا كخل دانتا دعاء ذا واختية ذا سيدا قار كان الله شاقة إن لا أقبله داد كاين بدل ما يقانين وحا كلاو كخل داما موضع ذا وين ليس ويديو دعاء الصلاة ذا هالكاي كل يضح ما ينتان صلاة ذا بل قلين بل الدعاء السنية ما صلاة ذا مركا لغا دمية لغا دمية لغا بحا بل الدعاء السنية ما صلاة ذا لحي ذا للدعاء السنية هذه صلاة نحن للدعاء السنة يوم وهل كم يلا ما لسك الدعاء السنة كرا جوابت واحد تهاي حديث النبي جن عليه الصلاة والسلام كسر أرتمر كانوا في رسالة دعاء وصلاة نحديد ومرك صلاة الله قالوا إلا سلام النقص جا أنت كه الرئيس مرك الله سلام النقص هذا وأذكرته ذكرية ذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أخرين كذي ما رها الصلاة دا كل هذا الدعاء وحكم ذا فاتحة والدعاء إلى عباد بريسة اهدنا الصراط المستقيم يعني الدعاء هاي إله وضاه توصلنا وهنوني صراط الذين أنعمت عليهم كوادون نعمة يسوى الدودة وهنوني غير المغضوب عليهم ولا الضالين كوادو عروتية كوى اللمي ويهود يا كريستاني والدودة دا إلههم لقدو قف كواد دعايسنا يا هدنين الدعايستين سمايستو دعاء الاستفتاح أوتي تكبيرتها دبده للا إيماني الدرس يشرع أن كل شيء يقنعي يدن هو الدعاء صلاة دبه كتيرتها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد يدن هو الدعاء سجود النبي عليه الصلاة والسلام يحييني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فقمر أن يستجاب لكم رواه مسلم عن أبي هريرة أدونك حالة إله وقلنا وياي وأمرك سجود سيهاي مرك الدعاء ذا بتصدع وحاد مدنتهين أدونه ديهين إنه إلهي الدعاء ذا إذن كاقبله هداد سجود كدعاء ستان نبي عليه الصلاة والسلام وحشاقي تانو قفك السلام نقصا التحيات كمركو دمية سلق النبي إنه حالة دان الدعاء ثم ليختر من المسألة ما شاء ثم ليختر من الدعاء أعجبه سؤال واحد دون إياها كدورت الدعاء ذا وقودش علي هنا مركا كدعاء استبول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوفك كور رمى إنت أصوى حالة دو الدعاء ذا صور نافية والصلاة دا مركا لقبع حون ورانا شيخ نو الدعاء حد دعاء ذا كود يدنتي لا الدعاء ذا لم يدنا لكن ما شيء ده الله دقي هل كنا بيقول عليه الصلاة والسلام دقي أي كفر لبدن طاي هذا يقول ما شيء ده ما رأنا هين فضل رأى اللوجو شيءين يدل الدوني سام ركلا بدك كيف خلدا تكلا بني آدم كه تصاله وساق هذا آه ما أنت ظهر تاجن تهاي وش جاقو كشيء ده أي صح تهاي واحد دوني سيرد ويديسته مثل مركعة كذا قاعدة كسي تجسته قف ولا عقل يروح وكل جوابي يا تقف كأنت دور تاج أنت هاي وتشجع وكل شيء ده صامع أدون كل صلاة ده أنت وكل شرابه إلهي هور تاجي يا وتشجع سنة وقابل سيع أنت صيت تاين وإلهي سبحانه وتعالى وحوي ديسته
لكن مركو الصلاة دي دمية فرصة داسي غالي جاي أي ضافته إنه ده مركز سن دعاي سنة يا ما سيدا سوكر النبي جن عليه الصلاة والسلام متشين دعاء وتشوكتي مركز تودد كوعدية أما بس درس ودقه ودد كنا آمين أي كذا بيراه دار دعاءنا وعباده عبادنا إلهي الدراد دي بالله صمينية نبي محمد عليه الصلاة والسلام والله قد ضينا يا يو قفكو صيد الدونة سجد دعاء سن مايو صو صلاة رسولك عليه الصلاة والسلام كجمد ديت صاد دون تميت سجدت كتاع دعاءنا وصيدا سوكر نبي قال عليه الصلاة والسلام لك قد ضيريه نبي قال عليه الصلاة والسلام مركو دمية أذكارتا صلاة وحب بلابي تشري أذكارتي الصبح وحد تروح لو يقانا أذكار الصباح والمساء دعوين إيا ذكري الله آخرية الصبحي إيا قلبتي مركا نبي قال عليه الصلاة والسلام أذكار الصباح بلابي تشري أذكار الصباح ويفر بضانتا هاي أفكا مسلم كاين وائر وبرتو وحانا يكون قرانتا هاي كتاب كاين للا حسن المسلم وغفك تشابك وكو قادن كارو هدانو الدعوين كادوشا كقايب سنين إنو دوشا كقايبانا وارين توفيعا وحاكم إذا الدعوين كان نبي قو آخرين تيري صبحي صبحنا وإنت الدور كور ري صعودا من كواقو بريا إلا إنت الدور كور ري صعودا أصبحنا وأصبح الملك لله وانوا بري سني ملك قودة من وحي وابري استيدو إلهي وليه والحمد لله أماني مهدونا إلهي بالي ولا إله إلا الله بتحق لقو عابدا متشر إلهي موياري وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم إله مالين تواجد بريي وحكو نحجر خير كيسان كويدي سنية وخير ما بعده يخير كوحك الضنبي وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم مالين كوحك نحدي سنعي الدون الشر كيسان إلاو كامل انقلي وشر ما بعده يا مالين كوحك الضنبي الشر كيسان ربي أعوذ بك من الكسل وحن كام قال يا ربي عاجس لماذا عبادتي أنا أكره يا إن كوه سده عمل كي أدوية نفع قيل لها أنا أودني إن كوه سده ووه سك وح الله يقان وقف شيء سق أوده هذا نير السمين وهو كنا قاق وياه وسوء الكبر ويندا يجبره حمانت أولي يا هيبان إلى وكام قال لي حمانتي سنة أساسا كم ذا ربي أعوذ بك من عذاب في النار نار تعذاب كذا كام قال لي وعذاب في القبر هي عذاب قبر قد حدي صلاعه قربتي لفت اذا الدعاء هو اخرين تشي للنبي عليه الصلاه والسلام لكن هلك اصبحنا واصبح ايوم بكو بدل تشري امسينا وانو قلبي سنني وامس الملك لله دعوين بدل النبي عليه الصلاه والسلام واخرين تشري واي تايقف كمسلم كاي انه وح كبرته وحواد فربدين تشري النبي عليه الصلاه والسلام مالنت استغفرت صبح كاستاب بقول تشربو ورنجيري استغفر الله وانا رناديات افضت لكن درجه سره لو غاريو حتى قفكو حوب بو كيلانيا يا اود يا تمر استغفارت الهي با لغا هلا نعمك روبكو كميد يحي دمي داف با لو هليا درجهين با قفكه كور لو قاديا صحائفته يا بوغا عملك بوغت عملك ايا لو قريا قفكه نبي عليه الصلاه والسلام halkaasi uu ku tukaday ama masaajidka ayuu sii dhex joogi jiray waxa dhici jirtay adoomaha iyo dadka shaqaalaha ah ee reer Madiina u shaqeeya inabiga kaleey salaatu wasalaam oo fadhiya masaajidkii salaada subax uu ku tukaday inay u keenaan weelal ay biyo ku jiraan weelashaas oo la doonayo nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu gacantiisa dhex galiyo si barakada ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu galiyay loo helo ويل كستول لو كان رسولك عليه الصلاه والسلام قعد يسايو دخ غلين جيري وقتي قبوغي وقتي كوليل كبا ارينتا ددك كما ديدي جيرين نبيغو عليه الصلاه والسلام ددك كلا وا كدوان هاي ارينتاس اسغاي او غارهاي انو الهي بركه غليي جيركيسا تيميهيسا ديدكيسا عمركو تيما اسكا خيرو اصحابتا رسولك تيميسا وا قيبسن جيرين dididka nabiga kaleey salaatu wasalaam waa ka guran jireen oo meel bay dhigan jireen ama udugay ku darsan jireen dididka nabiga kaleey salaatu wasalaam uduga nooca udgoon ayuu ka udgoonaa oo nabigu sidii sabab uu udgoonaaba hatta wax udgoon hadaan ismarin
الصحابه waxay yiraahdeen wada hadaanu maro nabigu kaleey salaatu wasalaam uu noogu horeeyay waxaanu garan jirnay inuu rasuulki ilaahay wadadan maray oo maxay ku garan jireen waxaanu ku garan jirnay udug udug uduga iyo carafta wanaagsan meesha ka soo baxaysa wakiil Anas ibn Malik oo nabiga in badan la noola ma shamimtu miskan walaa cambaran atyaba min raaixati nabiy calayhi salaatu wasalaam weligay sankaygaasi ma urin misk iyo cambar ka udgoon nebiga calayhi salaatu wasalaam caraftii ka soo bixi jirtay markaa dhididka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa urursan jireen arrinta noocani nebigay u gaar ahayd oo qof kaloo timihiisa la guranayo ama dhididkiisa la hoorsanaayo ama biyaha weysadiisa ka daata loo kala dheeraynayo laysmarmarinaayo ama maryaha jirkiisa mara laga barakaysanaayo ma jiro maxaa taa u daliila laysweydiin karaa waxaa taa u daliila asxaabta rasuulku ridwaanullaahi calayhim nebi moxamed mooyaane qof kale sidaa kumaysanayn waxaynu ogsoonnahay ummadaha oo dhan marka laga reebo ambiyada iyo rususha ilaahay uu soo diray waxa u fadli badan abuubakar waxaana ku xiga cumar ibnu khataab radiallahu canhu waa labada qof ee ambiyada iyo rususha marka laga reebo dadkoo dhan u fadli badnaa abuubakarna tima lagama qaadan dhididna lagama hoorsan mara jirkiisa taabatayna lama odhanna si aanu kafan ka dhiganna ee layskumana masixi jirin cumarna saa laguma samayn waxaa saxaabada caqiide u ahayd arrintaasi inay maxamed calayhi salaatu wasalaam ay ku gaar tahay dadka ahlulcilmiga iyo ahlulkhayrka si kale looga barakaystaa barakadoodu waa in cilmi haddii leeyin cilmiga laga barto waa in taladooda fiican la qaato barakadoodu khayrkii wanaagga ay samaynayaan waa in lagaga daydo laakiin barako timahooda iyo dhididkooda iyo jirkooda iyo hadday dhintaan xabaalahooda ciidda dultaale laga raadinayaa ma jirto kaas waa barakaysi aan sharci ahayn oon kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ku soo aroorin wallaahu aclam wasala allahu calaa nabiyina maxamed